معك حسن حسان الشيخ، جاي من سكان أبهانة طبعاً. أنا عمرو ميموني، مبرمج هنا في الأرتثون. فأنا فيني أصلاً حب الفضول في التعلم، فأخذت الخبرة في البرمجة والأشياء هذه. بعدها جتني المشاركة في الأرتثون. فكرة الأرتثون كانت جداً محمسة. جاني الخبر إن في أرتثون من خلال الجامعة، حبيت أختبر طريقة جديدة أعبر فيها عن الفن. شغلها مرة كويس وينفع فكرتنا بالضبط، فضفناها الفريق. كأرتست نحن نشتغل أكثر على الفلسفة، يعني صح هي أوامر ندخلها وتخرج بمخرج معين، لكن عملية إخراجها نحن كأرتست نشوفها عملية إبداعية أكثر، ويكون هذا الفن من إنتاج سعودي وكمان مختلط مع خبرات مختلفة، مع ناس جايين من حول العالم.